رجعنا لكم مرة تانية في استوديو كلام البنات والفقرة المحببة لكل الناس، فقرة الأبراج والفلك والأرقام. النهاردة هيكون 23 أكتوبر، بيبتدي أول يوم لبرج العقرب. طبعا كلنا بنكون عايزين نعرف هل 2018 والمتبقي منها من الشهور اللي جاية هتكون سعيدة على برج العقرب ولا لا، وكمان هنعرفوا إنه إحنا باقي بقى حركة الأبراج لآخر السنة هتكون عاملة إزاي على كل أبراج الناس علشان نطمن عليهم. نهاية السنة كده دايما بتبقى شايلة مفاجآت، فهنعرف كل حاجة إن شاء الله النهاردة، وإيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل من دكتور رئيف رأفت خبير الطاقة والفلك وعلم الأرقام. دكتور رئيف ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. أخبارك إيه؟ سارة الحمد لله بخير والله الحمد. يعني كل الأبراج بتشتكي مر الشكوى، مش نعم. عارفة بقى ليه. نعم، بس احنا هنبتدي الأول ببرج العقرب. النهاردة أول يوم 23 أكتوبر برج نعم. العقرب، فكلمني بقى عنه، هل الأيام أو الشهور المتبقية من السنة هتكون شايلاله حاجات سعيدة ولا نعم؟ لا ان شاء الله تبقى سعيده. ان شاء الله ان شاء الله. نحن هنحكي هلا اليوم على برج العقرب. بنقول لبرج العقرب كل سنه وانتم طيبين. طبعا بيباشر برج العقرب من اليوم من 23/10 ل 21 نوفمبر. دي اول يعني برج العقرب. الفتره الاولى بتباشر من 23/10 ل 31/10 العشريه الاولى. طبعا هم من نوع الفترة الأولى بيكونوا مسيطرين، عندهم دكتاتورية، بيحققوا طموحاتهم مخططاتهم، لكن لازم يتعلموا فن الصبر والدبلوماسية في التعامل. الفترة الثانية طبعا من 1/11 ل 11/11 العشرية الثانية يعني بتأثر من المشتري وبلوتو، ذو طبيعة كريمة وذو طبيعة متقلبة شوي في الآراء، عندهم بس التردد في اتخاذ القرارات، ممكن تسبب لهم أحيان فرص حلوة بسبب تردده، يروحوا الترددات بأنه بصير عندهم الفرص الضعيفة بسبب التردد. العشرية الثالثة طبعا تبتدئ من 12/11 لغاية 21/11 اللي تتأثر من المريخ والقمر وبلوتو، بيكونوا أكثر عاطفيين وشخصيتهم جذابة جدا الفترة الأخيرة من برج العقرب. ميول فنية عندهم كثيرة وعندهم شعبية كبيرة. طبعا نحن بالنسبة لموضوع العقرب، كوكبه المريخ، رقمه 9، الألوان بتناسب لبرج العقرب الأسود والأحمر، والجوهرة تاعته هي التوباز، والحيوان المفضل لبرج العقرب ممكن يقتنيه يعني أو ممكن يفضله هو الأفعى، التعبان والله. ممكن بتناسبه لبرج العقرب، بيحبوا يربوا الحاجات الغير مألوفة يعني ممكن هم ولا يحب التعبان تحديدا هم يعني هو الأفضل يعني كعلم الأبراج أو الأرقام سموا يعني الأفعى هي اللي مناسبة لبرج العقرب. في ناس ممكن يقولك أنا ما بحبش هربي تعبان أو أفعى، بس في ناس بس هي بتناسب لبرج العقرب في الحيوانات المفضلة. طبعا أنا السنة دي كانت لبرج العقرب كان عنده جوبيتر هو المشتري، لازم على الأقل عطاء نسبة كبيرة تحقيق أحلام على الأقل وأمنيات هايل جدا. نعم طبعا من 7/11 من 7 نوفمبر هينتقل جوبيتر من عنده لبرج القوس الناري. طبعا هيكون عنده في بيت المال، هيكون عنده حظ حلو بوضع المال لبرج العقرب. سنة 2019 سنة مميزة هتكون من 7 نوفمبر السنة دي. طب هايل والله. يعوض له شوية. تعوض له شوية والله أعلم للأمور أفضل. والقوس هيكون بقى عنده تحقيق أمنيات أفضل بكتير للقوس، لأن القوس كمان مر بظروف كتير وحشة من 3 سنين و4 سنين. السنة دي كمان آخر السنة القوس هيعوض اللي تعب فيه، والعقرب عنده سنة مميزة إن شاء الله جدا جدا بوضع المالي. مين يعني الأبراج اللي برج العقرب عامة بيرتاح جدا في التعامل معاهم؟ هلا العقرب دائما في الدائرة الفلكية بياخد الثور، برج الثور اللي بيتفق معاه في الدائرة الفلكية يعني قصاده. والثور ترابي، العقرب ايه؟ مائي. مائي مائي طبعا، مائي مع ترابي حلو بيتفقوا مع بعض، واثنين قصاد بعضهم في الأبراج ممكن يتفقوا مع بعض. طبعا وقت بيكون الحظ على الأقل لبرج العقرب في عنده حظ، الثور كمان بياخد من العقرب. وقت بكون عنده ضغط الثور او بالعكس كمان بياخد مقابله التاثر السلبي. كويس، التعاون بينهم عالي. نعم، تعاون بالايجابي وبالسلبي. وقت تكون هنا حظ بياخد الحظ من هنا، كون تعب بياخد تعب من هنا، اثنين مقصاد بعض. يعني بننصحهم بقى بالتعاون مع برج الثور في الشغل وفي ايه، في الحياه الزوجيه ممكن برضه؟ ممكن في حياتي الزوجيه. وبعدين احنا بناخد استاذه ساره الاسماء والارقام صح. كمان ليها دور كمان من اضافات في بالظبط. ده بقى لما نبدا ناخد التليفونات عشان نعرف الاسماء. هستاذن حضرتك، هنروح لفاصل صغير جدا، نرجع مره ثانيه مع دكتور رئيف رأفت. وحضروا نفسكم لو في حد عايز يعمل اي مداخله تليفونيه يقول لنا عن برجه وتاريخ ميلاده واسمه. يلا بينا، بس استنونا بعد الفاصل.
رجعنا لكم مرة تانية ودكتور رئيف رأفت خبير الأرقام والأسماء والفلك. هرجع لك مرة تانية طبعا بنتكلم على برج العقرب وهو كان تعبان جدا يمكن الشهر اللي فات، هل الشهور الأخيرة دي هتعوضه التعب اللي هو كان فيه؟ طبعا لقدام إن شاء الله هتكون أموره أفضل، لكن الفترة نحن قلنا زي ما تفضلتي أنه برج العقرب قبل عيد ميلاده دائما بيكون واحد تعبان نفسيا جسديا، مش مظبوط يعني أكله مش مظبوط نومه مش مظبوط، لكن دلوقتي دخلت الشمس في برج العقرب بقى بتعطيه النشاط والرياحة النفسية أكتر والطموح، هتكون أموره أفضل بكتير إن شاء الله والله أعلم. والفترة دي نحن برج العقرب عنده كمان عطارد اللي كان بفترة من أسبوعين ثلاثة كمان في جو اجتماعي حلو، سفريات تنقلات. عطارد بيمثل اللمة والعيلة وكده. أيوة الجو الاجتماعي والسفر والتنقلات والدراسات، يعني كانت عنده بحركة تقدمية حلو. لكن يعني الفترات اللي جاي يعني هتكون حلوة، إلا بشهر اللي جاي هيكون ديسمبر شوي، يعني من 17 نوفمبر لغاية 7 ديسمبر، الفترة دي على كل الأبراج صعبة شوي، من 17 نوفمبر ل 7 ديسمبر بفترة تراجع عطارد بيعطي شوي، يعني السفر بيكون في برج القوس. طبعا نوفمبر ولا ديسمبر؟ لا ل 7 ديسمبر، من نوفمبر ل 7 ديسمبر. ايوه من 17 نوفمبر. هي ليه اخر السنه دايما بتبقى حركه فلكيه بقى بتكون فيها تغييرات صدفه سبحان الله بالحركه الفلكيه، بس هي هتكون في برج القوس التاثير عليه اكتر. ننصح لكل الابراج طبعا نحن من 17 نوفمبر ل 7 ديسمبر عدم يعني اتخاذ قرارات الا ما تكون مدروسه اكتر، توقيع عقود لازم تكون مدروسه، بتكتر السرقات اكتر، بتكتر المشاكل الحوادث الطرق الطائرات يعني الزهايمر السرقات، يعني العمليات الجراحيه يعني بننصح فيها انه تندرس اكتر. ممكن واحد مشاكل بتظهر اكتر، يعني واحد موعود بفلوس، موعود بحاجه تاجلت اخرت او تعطلت كمان، او رحله اتاجلت رحلته او تاخرت، يعني الفتره دي واحد لازم يحاسب اكتر، يقفل بيته مظبوط، يقفل عربيته مظبوط. كمان برج العقرب ما يتخافش عليه، انا بحترم ذكائه جدا يعني. نعم بس هو هياكل القوس اكتر والجوزاء وباقي الابراج كمان ممكن تتاثر. ونحن نفس الوقت دلوقتي كمان عندنا تراجع فينوس والزهره اللي عم بتسبب كمان من 9 سبتمبر دخل التراجع في الزهره في العقرب، كمان كان عنده العقرب حاله العاطفيه مش حلوه، عم بتاثر عليه من ناحيه يعني مشاكل العاطفيه في الطلاق جواز خطوبه فك خطوبه اي حاجه مستمره لغايه 15 نوفمبر. دي بعدين هتنتقل يعني من اخر الشهر هينتقل للميزان، التراجع الزهره هينتقل للميزان هيكمل مع التراجع ل 15 نوفمبر. كمان نحن الفتره دي زياده مصاريف اكتر في الابراج اكتر، العقرب والميزان عم يصرفوا اكتر والابراج كمان الثانيه صرف زائد، العاطفة مش مريحة، لازم نحن يعني نستغل الفترة دي انه نمتص الغضب ده او نحاول نعزز العاطفة اكتر عشان وننتبه من اي مشكلة حساسة ممكن زعل مع اصدقائنا مع اولادنا مع الزوجة مع كذا. يعني لازم عنوان الشهور الاخيرة صعب، خدوا بالكم وانتبهوا. نعم بس من بعد يعني نحن قلنا هلا 15 نوفمبر الزهر هتتقدم هتكون افضل، من ناحية اخرى العطارد من ناحية السفر والتنقلات من 7 ديسمبر بتبلش امور افضل كمان. طيب خليني اديك رقم تاريخ جالنا على صفحتنا 27/6/77 والاسم احمد. احمد طيب ماشي. احمد بالنوع اللي انا شايف متهور في اتخاذ القرارات كبرج سرطان، لكن الارقام اللي بتفتح عندي بارقامه انسان عنده كاريزما بالشكل احمد، ومن نوع ممكن يعيش برا، اذا عاش برا رزقه بيفتح اكتر والله اعلم، حساس جدا عاطفي رومانسي متعلق في مامته في جو البيت في جو اسرته، من نوع عنده الحساسات قويه جدا دبل من الحساسات، والامور اللي جايه عنده ان شاء الله هتكون افضل، لان من فتره في عنده كان شويه توترات في العمل في الامور اللي جايه افضل، وهو ناجح في فن الطبخ في اي حاجه ممكن يطبخها في التاريخ، بحب ماده التاريخ كان او في الاجتماعيات كان مهتم في العظماء والمشاهير، لكن انا بقول له انتبه من الصراحه لاني صراحته ازاي ده دمرته بقلبه الطيب، حاول دائما افكر قبل ما يتخذ القرار ولا يتهور ولا، والنوع صريف يعني انا شايف، وعنده شكله رياضي يعني ممكن يحب رياضه ممكن يحب رياضه او يهتم برياضه. شغله هيبقى فيه استقرار بقى، هيبقى فيه نجاح، هيبقى فيه حاجه ولا عنده حياته ناجحه ان شاء الله، بس ارقامه فيها تكرار ممكن خطوبه او جواز، يعني يصير عنده عده مرات يصير الكلام ده، لكن الايام اللي جايه ان شاء الله هتكون افضل عنده، بس ينتبه من الامراض
يعني المشاكل البوليه يعني ينتبه بصير عنده احيانا. طيب احنا معانا حسن على التليفون. الو، مساء الخير. مساء النور يا حسن. تاريخ ميلادك كام بقى؟ 31/12/75. حاضر. واحد برج الجدي. 31/12. تمام يا حسن، هنقفل معاك واسمعنا من خلال التلفزيون. حسن 31/12. نعم. بالنسبه لحسن، انا شايف ارقامه من النوع اللي يعني عنده حس السادسه دبل. هو برج الجدي فعلا، بس الارقام اللي عم تفتح عنده حس السادسه دبل. انسان ولد بشكل مفاجئ على الحياه، تفاجئوا اهله بولادته، حياته كلها مفاجات. انا بسميه ممكن رجل المفاجات والتغييرات، عدو اللدود هو الروتين الممل، يحب التغيير على طول. وعنده ممكن يفتح ارقامه للسفر اكثر، مؤكده 70-80% ممكن يسافر ويرجع. جدي عملي جدا، حساس، رومانسي، بيأمن بالحب، كمان متعلق في جو البيت، في اسرته، في اهله، في مامته. لكن انا شايف انه حياته كلها رجل المفاجآت، في شغله مفاجئ، في زواجه، كل حاجه عنده المفاجآت والتغييرات. ينتبه من الامراض اللي ممكن تتأثر فيها اكتر لا قدر الله، يتعرض فيها الانيميا، المسالك البوليه، القولون العصبي، والامراض الجلديه والعظام. تمام. ريهام من البحيره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ريهام، ازيك؟ ممكن تقولي تاريخ ميلادك؟ 27/12. اوكي، كام بقى؟ سنة كام؟ 73. ماشي. وعايزة اسأل، ممكن؟ اتفضلي. وعايزة اسأل عن 12/3. كام بقى تاريخ السنة؟ لا مش عارفة. طيب الاسم؟ مصطفى. الاسم؟ مصطفى. طيب ماشي، اوكي. ناخد غادة من الاسكندرية. يا غادة. أيوة. ازيك يا غادة، عاملة ايه؟ تاريخ ميلاد، احنا كويسين بيكو. قولي لي تاريخ ميلادك كام؟ 28/6/1969. 69. ماشي، ميرسي يا غادة. نورهان من القاهرة. الو، ازيك يا نورهان، عاملة ايه؟ نورهان وطي التلفزيون لو سمحتي، واسمعيني من التليفون. أنا سامعة نفسي ديلي. طيب قفلت. طيب نبدأ بريهام. 27/12/73. تتوقع لها بإيه؟ نعم، هلا ريهام السنتين السنة دي والسنة اللي جاي يعني عندهم ساترون داخل برج الجدي، طبعا هو ساترون مسؤول عنهم، ودخل عندهم كمان ساترون. طبعا شوي بيحملهم مسؤوليات ساترون، يعني ضغوطات شوية، مسؤوليات أكتر من اللازم. لكن أنا شايف الأرقام عندها يعني كمان تتعب بحياتها، أرقامها فيها تعب، يعني هي برجها فيه تعب وأرقامها فيه تعب. أنا بقول لك يا ريهام، حاولي تتفائلي أكتر، حاولي يعني مش تحطي في بالك أي حاجة أو مسؤوليات، لأن هي يعني عندها القدرة على المسؤوليات، وشالت مسؤوليات وهم بحياتها وضغوطات. بهنيها بصبرها، هي عصبية شوية لكن صبورة فعلا، متهورة كمان باتخاذ القرار. ريهام حاولي تهدي قبل ما تتخذ القرار، لكن امورك خير خير، يعني انا شايف رزقك بيفتح بره اكتر ان شاء الله. يلا جود لك ان شاء الله. هيك بتسال على مصطفى كمان 12/3، بس ما تعرفش السنه. نعم، مصطفى انا شايف انه هو عنده حاجه من يعني من النوع اللي بيحب بيكون عنده ثروه. مصطفى ان شاء الله يكون عنده ثروه ماليه، عنده مواهب كثيره. مصطفى بيحب الهزار والفرح بعكس ريهام بالظبط، يعني هو اخذ الدنيا بالفرح والهزار، وهي اخذ الامور بالصعوبه والمسؤوليات والجديه. جديه قوي. جديه اكثر في الارقام يعني، بس هو بيضحك كثير وبيهزر وذكي جدا جدا، وما شاء الله عليه. انا شايف يعني عنده طاقات حلوه جدا ومحظوظ. طيب عايزين غاده 28/6/69. غاده برج السرطان، بس الارقام 69. 86. مش 69 يعني. لا 86. طيب 28/6/86. شوف، لا بالنسبه لغاده هي قويه جدا ما شاء الله، انا شوف ارقامها قويه، في عندها سفر ممكن يكون عندها بحياتها، في سفر مؤكد. لكن غاده يعني انا بقول لك النوع اللي انت متفائل. اسمها شيماء مش غاده، انا كان معايا تليفون لواحده اسمها غاده، كان تاريخ ميلادها قريب، فالتاريخ ده لشيماء. شيماء بالنسبه ل يعني بطاقة الأرقام عندها والاسم بتتعذب بحياتها شوية، بالاسم شيماء بيتعذب شوي بحياته الاسم ده، يعني لازم تهدي شوي شيماء. والأرقام أنا شايفة إذا هي 28/6 شيماء بيكون قوية جدا وشخصية قوية، وعندك ثقة بنفسك، وخليكي بثقتك في نفسك، وطموحاتك هتتحقق بإذن الله،
وارقامك حلوه حلوه يعني خير. حلوه يا ايه قوي حلو. ناخد ايه بقى. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا ايه. ممكن رقم تاريخ ميلادك؟ 1995. 31/7. انت جايبه بالعكس. ماشي. 31 كام؟ لا يعني جايبه من السنه للشهر اليوم. ممكن اسال عن 2007. الاسم ايه؟ 23/3. اوكي 23/3/2007. الاسم ايه بقى يا ايه؟ قفلت. طيب ماشي. طب كان في ريهام. لا خلاص خلصنا ريهام. ايه بس يعني في غاده صح؟ لا خلاص ما اعرفش. طب احنا معانا يا جماعه لسه حاجات ما قلناهاش، فممكن بس يعني نبوز التليفون شويه. معانا محمد 29/12/82. 29/12/82. محمد يعني من النوع اللي فضولي، عنده حب الفضول. كبرج هو جدي بس هو ارقامه فيها فضول، ومن النوع الحساس جدا محمد. وعنده كمان ارتباط في الاسره في البيت. من النوع اللي بينجح في امور المجالات الفلسفه، في امور النفسيه، في امور التحقيقات. وانا بقول لمحمد يعني ينتبه شوي من مشاكل الجلديه والعظام والرقبه شوي. وعنده حياته فيه كان حالات من الاسترس او الخوف او القلق من زمان، حصل عنده مشكله عاطفيه او نفسيه، لان هو عنده شيء من التكرار خطوبه او تكرار جواز. وما شاء الله حاسه السادسه عنده دبل من الحاسه، واعتمد على الحاسه السادسه كويس قوي. معانا 1/1/95 باسنت. باسنت شوي بتتعب بحياتها. حياتها فيها مسؤوليات، فيها ضغوطات، مكتئبه في بعض الاحيان، في بعض الاحيان متفائله، لكن شخصيه قويه يعني عندها السلطه والسيطره، ومن النوع اللي عندها اعتزاز بنفسها وطموحاتها هتتحقق، وامورها ان شاء الله خير خير بحياتها اللي جاي، يعني امورها خير. بس تتفائل اكتر، بلاش يعني بتسرح كتير. بس انت بتسرح كتير. معانا تليفون من نورهان. الو. الو نور. نورهان الو. طيب حاولي تتصلي بيا مره تانية. في اماني. الو اماني. ايوه ازيك؟ الحمد لله. تاريخ الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. تاريخ ميلادك كام يا اماني؟ 15/11/88. حاضر ميرسي اماني. وعايز اسال على 18/2/78. عايز تسالي على ايه؟ 18/2/78. اوكي خلاص ميرسي جدا. ما قالتش الاسم، ما علينا. اماني بقى 15/11/88. نعم اماني يعني من الامنيه ان شاء الله، بس هي الارقام اللي بتفتح عندها اماني اللي فضوليه مش بايدها، بتشدها الابراج، بتشدها الارقام طبعا، كمان بتحب الحاجات دي. عندها الحاسه يعني الحاسه السادسه موجوده برقم واحد مش انه اكتر. من النوع اللي نحن قلنا من فتره كانت تعبانين برج العقرب، هي متاثره فيه الناحيه العاطفيه والصحيه والامور اللي ما فيش تنظيم، لكن ارقامها مفتوحه من الشهره، يعني هي اماني عندها شيء من الشهره ان شاء الله، شهره بعملها، شهره بسمعتها، لكن عندها تكرار خطوبه جواز بحياتها، في يعني شوي من الناحيه العاطفيه بتنتبه شوي على الناحيه العاطفيه. طب اسالك كمان على 18/2/78. 18/2. ايوه 78 بس ما قالتش الاسم. نعم 18 من ناحيه اللي انا شايف انه 18/2 بيكون ده التاريخ في برج الدلو، اخر يوم من او قبل اخر يوم من الدلو تقريبا. في عنده شوي التهور، ده التاريخ في متهور في اتخاذ القرارات والصراحه الزايده. انا بقول انه لازم يهدي شوي من التهور والصراحه الزايده اللي عم تعطيه شويه المشاكل بحياته، ومن نوع بيصرف كتير، لكن عنده ارقامه بتفتح لرزق بره، رزقه ممكن يفتح بره والله اعلم. طيب محمود 8/11/77. طيب محمود يعني بتعب بحياته، بيشيل مسؤوليات وقادر على المسؤوليات، صبور، انا بهنيه بصبره باجتهاده، بيسرح كثير كمان محمد، كل حاجه محمود محمود بيمشي فيها ببطء محمود، يعني خليك متفائل يا محمود حتى تكون امورك افضل. السنه دي يعني كانت حلوه، المفروض حققت لك شويه انجازات عن الارقام اللي شايله انت، والسنه اللي جايه حتكون افضل بوضع المالي ان شاء الله، ممكن تكون موضوع رزق، ممكن تعويض، ممكن إرث، أي حاجة من الميراث، حاجة معرفش، لكن عندك حاجات اللي جاي أفضل إن شاء الله بإذن طيب الله. 30/6 كام؟ 1900 وكام؟ أوكي 1992. هادي. طيب هادي. هادي من نوع اللي يعني برج سرطان، بس أنا شايف أرقامه فيها حظ وبيحب يضحك كتير،
واخذ الدنيا بالفرح، يعني على طول بيفرح مبتسم، هو من النوع المبتسم، عنده حاجه من المواهب كثيره كثير، وصريف دبل من الصرف الفلوس، وحيكون عنده شيء من الثروه، وبيعمل جو، يعني بيعمل جو بين زملائه وبين اصحابه دائما، يعني انسان بيحب الهزار والفرح والمرح وناجح، بحب العدل. السنه دي عنده 2019 حتكون حلوه في علم الارقام، هيكون عنده تحقيق العداله والنجاح والشهر يا رب. اخر حاجه هشام 18/4/76. 76 طيب، هو برج الحمل. أربعة الحمل؟ شهر أربعة الحمل. الحمل ده عصبي قوي، عصبي أرقامه كمان حتى في عصبية. عشان أنا باخد وقت لبين أحسب له الأرقام، بس هو ما شاء الله عنده دبل من العصبية كتير، ومتهور كتير، وعنده كاريزما بالشكل حلو، ممكن يلعب رياضة، ممكن ينجح في رياضة، وهو إنسان يعني شايفه يعني ما شاء الله بقلبه أخضر، قلبه شباب، يعني جدا جدا نشيط وحرك، بس بقى السلبي شوية، عصبي وبيجادل في الكلام والنقاش، لكن من فترة كان عنده شوية حساد أو طاقة حسد أو طاقة، يعني في ناس كانت في تأثيرات عليه أعداء. الفترات اللي جاية هتكون سنة مميزة عنده بال 2019، مميزة لبرج الحمل بالسفر بالذات. يا رب كل السعادة لكل الناس، وآخر السنة خدوا بالكم، يعني دكتور رئيف بيقول لكم تريصوا. نعم. تريصوا شوية. الاحتياط. شوف دكتور رئيف، أنا بشكرك على وجودك معانا النهاردة بجد، الفقرة المحببة لكل الناس، تليفونات كتير قوي مش قادرين ناخدها، وعلى الصفحة ناس كتير، فان شاء الله يعني نعمل لك مرة برضو فقرة تانية مع بداية السنة بقى ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا كان معنا دكتور رئيف رأفت، وهو خبير الأرقام والفلك والأسماء. أتمنى طبعا تكونوا استمتعتوا وعرفتوا شوية معلومات، فكلام البنات لسه ما خلصش، فاصل ونرجع مرة تانية هنتكلم بقى مع الميك اب ارتست، نتكلم عن ألوان الخريف ونعرف بقى نختارها ازاي، ورسمات العيون والحاجات دي كلها، فاستنونا بعد الفاصل.